محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد، الحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا أماني. بداية، يعني لاحظنا حالة الترقب في الأسواق تحديدا أسواق العملات لقرار الفيدرالي الأمريكي، والتسعير بدأ تقريبا على 75 نقطة أساس. هل تتوقعين استمرار حالة الارتفاعات في أداء مؤشر الدولار؟ صباح الخير. طبعا شهدنا ارتفاعات قويه للدولار الامريكي منذ بدايه التداولات الاسبوعيه، ومع الترقب لقرارات الفيدرالي الامريكي مساء اليوم، يعني اغلب التوقعات بعد بيانات التضخم اصبحت ترجح باحتمالات وصلت ل 98% ان يقوم الفيدرالي الامريكي اليوم برفع الفائده ب 75 نقطه اساس وليس 50 نقطه اساس. وبالرغم من يعني تاكيد الفيدرالي الامريكي في الاجتماعات السابقه على انه سيتم الرفع ب 50 نقطه اساس فقط، ولكن هناك حاله من الذعر أو حالة من المخاوف سيطرت على الأسواق طبعا، مع يعني ارتفاع حالة العزوف عن المخاطرة وفقدان الثقة أو فقدان ثقة المستثمرين في الفيدرالي الأمريكي، وهل سينجح بالفعل في تشديد السياسة النقدية وتأثيرها على التضخم، أو هل سينجح بالفعل في السيطرة على معدلات التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في الولايات المتحدة منذ عام 1981، أم أنه سيتسبب في استمرار ارتفاعات التضخم، خاصة طبعا أن 75 نقطة أساس بالرفع قد يتسبب في استمرار الضغوطات على الاقتصاد الأمريكي الذي أصلا يعاني من السياسات التشديد النازي التي تتسبب في الضغط على الاقتصاد. فبالتالي يعني سيكون مستبعد الآن رفع الفائدة بمقوقع 75 نقطة أساس، لأن هذا سيتسبب في عرقلة الاقتصاد الأمريكي بالطبع، ولكن يعني تأهب المستثمرين لهذا الرفع يعطي فقدانا للثقة في الفيدرالي الأمريكي. وجدنا أن مؤشر الدولار مع الترقب ارتفع لأعلى مستوياته منذ عام 2002. مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل ستة عملات وصل لمستويات 105.40، وبالرغم من التراجعات أو حالة التصحيح التي سيطرت على الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم وبعد عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع طارئ، ولكن لا يزال الاتجاه العام للدولار الأمريكي طبعا اتجاه صاعد، خاصة ونحن نرتقب الآن القرار مساء اليوم. نعم أماني، فيما يتعلق أيضا بالمركزي الأوروبي، يعني قرارات مرتقبة تحديدا يعني بعد الحديث عن اجتماع طارئ للحديث عن يعني الأوضاع الاقتصادية في المنطقة الأوروبية، وأيضا الحديث عن رفع نسبة الفائدة بربع النقطة المئوية. هذا الفارق بين أسعار الفائدة كيف يؤثر على العملات بالمجمل وتحديدا على أسعار اليورو؟ يعني بالنسبة لليورو أو أغلب العملات الرئيسية واصلت تراجعاتها بطريقة يعني قوية جدا أمام الدولار الأمريكي، مع ارتفاعات الدولار الأمريكي واستمرار توقعات رفع الفائدة ب 50 نقطة أساس على الأقل حتى نهاية العام. تباين السياسات الواضح ما بين البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، ومن ناحية أخرى الفيدرالي الأمريكي الذي واصل رفع الفائدة بوتيرة قوية طبعا يدعم الدولار الأمريكي. ولكن وصل الآن اليورو لمستويات 1.04 سنتات لمقابل 1 دولار و4 سنتات مقابل الدولار، ولكن يعني عقد اجتماع طارئ للبنك المركزي الأوروبي صباح اليوم تسبب في حالة من يعني شهية المخاطرة، أو ارتفع اليورو عقب الأنباء عن عقد الاجتماع الطارئ في محاولة طبعا لمنع استمرار أو نزيف انهيار اليورو. الآن نحن نتحدث أنه يعني البنك المركزي الأوروبي قد بدأ ينوه في اجتماعه الماضي عن البدء في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة للنطاق الإيجابي قبل نهاية العام، ولكن تباين الواضح في السياسات النقدية وتبني الفيدرالي الأمريكي سياسة رفع الفائدة وتيرة قوية تتسبب في انهيار اليورو. لذلك بدأ البنك المركزي الأوروبي في التدخل اليوم وأعلن عن اجتماع طارئ لمناقشة يعني احتمالات رفع الفائدة في وقت أبكر من المتوقع. أيضا بنك إنجلترا المرتقبة الآن بالقرارات غدا أن يتم رفع الفائدة، ولكن طبعا التباين الواضح في السياسات النقدية قد يدعم الدولار الأمريكي في النهاية مقابل أغلب العملات. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.